تحرير المحاضر الفورية لكافة التعديات على مخرات السيول بصفة فورية، ده غير تنفيذ الإزالات. وأشار كمان إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 80% من المخالفات بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية. قال كمان وزير الموارد المائية والري أن الوزارة بتقوم بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية في الدولة المصرية، وأكدت على عدم البناء أو التوسع في البناء في محيط مخرات السيول. خلونا نطمن أكتر على إيه اللي بيحصل بالضبط في الجزئية دي علشان حماية الأرواح وكمان الممتلكات لأهالينا الكرام. بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. يا أهلا وسهلا بك يا دكتور يسري، مشرفنا. اهلا بيك يا استاذ كمال، اهلا بالاستاذه مي والساده المستمعين. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. عايزين نتكلم اكيد على خطوات الوزاره للتعامل مع التعديات على مخرات السيول. طيب يا فندم، هو الوزاره لديها اجهزه بتمر ودائمه المرور على المجاري المائيه بشكل عام للتاكد من توصيل الخدمه، خدمه توصيل المياه لكافه اغراض او القطاعات المستخدمه، وايضا للتاكد من جاهزيه مخرات السيول لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة والسيول بما لا يضر بالأهالي أو بالزراعات أو بالمنشآت وبالطرق الحيوية في نطاق. متى تواجد أي تعدي بالبناء سواء كان مؤقت أو مستديم في محيط مخرات سيول أو في خلال مخرات سيول نفسها زي ما هو موجود في الجيزة، في مناطق في الجيزة وكده، بيتم تحرير مخالفات وفي مهدها ويتم الإزالة. طيب الحاجات اللي موجودة بيتم التعامل معها ازاي؟ بيتم إطار قرار إزالة من المدير العام المختص، وبيتم التعامل معها وبيتم إزالتها. طيب احنا ليه بنعمل كده وزارة الموارد المائية والري؟ طب اولا يا فندم المخالفة الغرامة قد ايه؟ بص يا فندم، يعني خلينا نقول ان المخالفات في القانون القديم اللي هو من سنة 1984، القانون رقم 12 لسنة 84 بإصدار الري والصرف، كانت مخالفات نقول هزيلة. القانون الجديد قانون الموارد المائية والري بيعاقب معاقبة شديدة جدا لكل من يخالف هذا الكلام، وصل إلى الحبس. ليه بقى؟ لأن عندي مادة في القانون الجديد حطناها بتقول حظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية: إعاقة سير المية، اللي هيبني وهيعيق سير المية من المخرات سيول المجاري المية وخلافه، هو بيمنع خدمة بتؤدى وقد ينتج عنها ضرر يلحق بها الآخرين. هو الضرر ده المهم يا فندم، يعني الحفاظ على الأرواح البشرية ده الأهم حتى من الفلوس أو الحبس أو أي حاجة تانية. ده بالضبط. هو طبعا ده كل ده لا يمنع، العقوبة لا تمنع ان تزال المخالفة اداريا بالطريق الاداري من خلال اجهزة الوزارة وبتعاون اجهزة الدولة المعنية قوات انفاذ القانون. هو فكرة تاني، ده بقى في حبس يا استاذ كمان، فيها حبس. القانون الجديد بيقول ان في حبس ومدة لا تزيد على سنة، وغرامة كبيرة بقى، غرامة مالية قد تصل ل 50,000 جنيه. يعني احنا يمكن بننبه من الان، والتنبيه ده والقانون ده على اساس الهدف الاساسي منه حمايه الممتلكات والارواح والمنشات وحمايه المتعدي نفسه من التعرض للعقوبه، لهذه العقوبه تغليظ العقوبات. المعني منه ان احنا نمنع في المهد اي اثار قد يترتب عنها اضرار بالمواطنين بشكل عام. طب يا دكتور ما نشرح من الاول كده، يعني نبسط شويه كمان للناس اللي بتسمعنا. مخرات السيول او مجرى السيول دي بتبقى مجاري طبيعية يعني من ال... لا بص يا فندم، انا اوضحها لحضرتك استاذه مي. لو اتكلمنا على مخرات سيول اللي بنتكلم عليها دي، اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي تشرف عليها الوزاره، اللي احنا عرفناها وهي معروفه في القانون، هي من ضمن الاملاك العامه ذات الصله بالموارد المائيه والري التي انشاتها الوزاره وتشرف عليها. طب دي بتبقى فين؟ لو بصينا تحت منطقه التبين، منطقه الجزء الشرقي من نهر النيل ناحيه جبال البحر الاحمر، واحنا جايين بيبقى فيها وديان طبيعيه. الوادي الطبيعي ده اسمه خر سيل طبيعي، ولايته جهه الولايه بتاعته المحافظه المعنيه، لو واقف في نطاق محافظه كذا فهي المحافظه المعنيه. لكن انا كوزاره ري بتعامل مع ميه السيول ومياه الامطار، جهاتي واجهزتي بتمر بتشوف الدنيا اخبارها ايه، انا بعمل منشات حمايه على الوديان الطبيعيه بشكل عام، اللي هي الوادي اللي فوق في الجبل وجاي ونازل على اساس اكثر شده السيل وهو جاي. لو في تعدي على هذا المنشا ايضا ده تعتبر هتبقى جنايه وتتوجب الحبس وتتوجب كل حاجه. طب اسمعني يا دكتور، طب هذا مخر السيل اللي هو الوادي ده بيسلم بقى مجرى طبيعي انشاته الوزاره زي الترعه كده، في نهايه هذا الوادي في منطقه تكاد تكون مستوية منحدرة، بنستقبل هذه المياه
في مجرى نستفيد بيها بعيدا عن انها تؤثر على المنشآت. طب اسمح لي يا دكتور يسري، لو المجرى ده انشئ او كان موجود اصلا في المجرى او في اخر المجرى قريه، يعني لو حضرتك تفتكر السيول اللي حصلت في اسوان 2009 و2010 وانا رحت غطيت هناك وشفت الكارثه كانت عامله ازاي، حاجه مروعه للغايه. القريه كلها مبنيه في المخر، هتعملوا ايه مع القريه بحالها؟ طيب هو عموما يعني حضرتك اتكلمت من 2009 وكده، في هناك العديد من هذه الامور، او يمكن الوزاره متى امكانها انها بتحول، متى امكانها انها بتحول مجرى السيل بانه يفادي هذه القريه من خلال ارض تاني بما هو متاح من قوانين مثلا ملكيه وخلافه، بيتم تحويل هذا المجرى بحيث انه يفادي المنشات، يفادي القرى، يفادي هذا الكلام، ويذهب الى المصرف او نهر النيل او الترعه التي تستقبله، عمليه مناوره يعني. هذا الكلام بيتم فيما هو في اللي بتقابله وزارة الري من خلال هذا الكلام. تمام. كل التوفيق لحضراتكم ان شاء الله يا فندم. دكتور يوسف خفاجي المتحدث باسم وزارة الري، بشكرك جدا، ميرسي يا فندم على المداخلة. العافية يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم، شرفتنا بالتأكيد. فكركم 103 رقم